استقبل حزب الوفد وفدا من حزب الغد وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن سلسلة لقاءات مشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق الرئيس السيسي مبادرة الحوار الوطني مع كافة تيارات وفئات المجتمع. تناول هذا اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب الغد في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.